حد ينظم بس ال حد من عندنا ينظم مين اللي هيجاوب على الرسالة. يعني ممكن تشتغل بجنب مثلا كده وبعدين النص وبعدين الشمال. نبدأ من هنا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشكر حضرتك سيادة الفريق على اللقاء التوضيحي حول هذا المشروع. يعني محمد عبد العزيز الأول، موقع مصراوي. يعني أنا عايز بس نتأكد في الجدل الذي أثير في دائرة البرلمان حول هذا المشروع. يعني هل قناة السويس تحتاج إلى فكرة إنشاء صناديق استثمارية؟ ده حاجة، ده سؤال. السؤال الثاني، الغرض ويعني الرؤية المستقبلية بعد إنشاء هذا الصندوق. شكرا. طبعا احنا بنتكلم برضو ان احنا بنتكلم على صندوق منفصل عن هيئة قناة السويس. الصندوق ده قلنا اولا ممكن يدعم مشروعات لقناة السويس بدل ما نقول للدولة او ناخد من الدولة، وبالتالي يبقى المصدر بتاع الفلوس بتاعتها موجودة اساسا في صندوق موجود بدل ما ناخد من الدولة، زي مثلا ما اتعمل مشروع ست الرئيس قال فلوسه كانت موجودة لكن احنا حبينا نشرك المصريين فيبقى عندنا صندوق. يعني احنا المشروع الجنوبي، القطاع الجنوبي اللي احنا بنعمله ده بيكلف حوالي 9 مليار جنيه. بدل ما ناخده من الدولة ما ناخده من الصندوق. ده مشروع ناجح بيقدم خدمات للعملاء بتوعنا. فهو دي فلسفة الصندوق، ان يبقى في حاجات استثمارية ننجح فيها ان شاء الله، نضيف عائد ونضيف كمان قيمة مضافة لهيئة قناة السويس كهيئة كبيرة. انتوا دايما بتسألونا، انا برضو يعني كويس سؤال، كويس سؤال جدا، يعني دايما بتسألونا هو ما فيش حاجة في قناة السويس غير المجرى الملاحي، واحنا قاعدين على قناه السويس ما بنعملش حاجه غير ان المراكب بتخش وتدخل تدفع فلوس تخرج. ده كان دايما استفساراتكم، ما فيش اي مشروعات تانية بنعملها؟ ادينا بنعمل المشروعات اللي انتوا قلتوا عليها، هنعمل ان شاء الله مشروعات جيده تفيد الدوله وتفيد قناه السويس. اتفضل. سياده الفريق، بعد التحيه طبعا على هذا المؤتمر التوضيحي، يعني نصيب تصريح قبل يومين لسيادة الفريق مهاب مميش. القانون بيتحدث عن أن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، ويفتح الباب لسابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس. أعتقد هذا التصريح يحتاج توضيح من سيادتك. شكرا فنان. شكرا لحضرتك على السؤال. سيادة الفريق مهاب، ليه كل الاحترام والتقدير، ولكن أنا عاوز أقول إن قانون الصندوق ده أو مشروع الصندوق اتدرس كويس جدا سواء في الهيئة أو في المالية أو المستشارين في رئاسة الوزراء والقانونيين وفي مجلس النواب. مشروع لن يسمح بأن يبقى فيه أجانب. كل يعني بالمناسبة يعني كل اللي بيعملوا في هيئة قناة السويس من أول الإدارة لغاية المرشدين لن كلهم مصريين، ولن نسمح بتغيير هذه الهوية، ولن نسمح لمستثمر أجنبي أن يخش يبقى ليه السيطرة. حتى احنا بنعمل، يعني أنا دلوقتي من غير الصندوق احنا عاملين شراكات اوريدي مع ناس ولينا فيها الاولويه، يعني النسبه الاكبر لهيئه قناه السويس مش للمستثمر الاجنبي. يعني في اوريدي شراكات موجوده سواء كانت شركات عربيه او شركات اجنبيه، فدي موجوده. لكن معنى كده ان في مستثمر اجنبي ممكن يفرض اراءه او يفرض كلمته على قناه السويس؟ لا يمكن. فالسياده المصريه لقناه السويس المشاريع كلها بيبقى دايما لينا احنا النسبه الاكبر، ومجلس الاداره بتاع المشروع ده بيبقى عدد الاعضاء بتوع مجلس هي قناه السويس بيبقى اكتر من عدد الاعضاء التانيين، وبالتالي بقى التصديق على المشروعات لقناه السويس. فحته انه يفتح باب لمستثمر اجنبي، مستثمر ماشي، لكن يبقى ليه السلطه او السيطره او السياده، طبعا كلام مش هيتم. سياده الفريق، احمد مهران مراسل قناه سكاي نيوز عربيه. لو تأملنا الوضع الحالي لهيئة قناة السويس نجد أن الهيئة لها أن تنشئ ما تراه مناسبا من المشروعات المرتبطة بمرفق قناة السويس، ولها ألا تتقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. هذا بنص القانون، القانون القائم يعني قبل المشروع الجديد. هل هذا الوضع لا يسمح لها بأن يعني تدخر ما تراه مناسبا من أموال لمواجهة الأزمات دون إنشاء الصندوق المثير للجدل؟ الأمر الثاني انه المشروع بيقول في الماده 15 ب مقرر، هي دي النقطه تحديدا المثيره للجدل في الايام اللي فاتت، مساله شراء وبيع وتاجير واستئجار واستغلال اصوله الثابته. اصول ايه بالظبط؟ اصول الصندوق ولا اصول المرفق؟
وايه الفرق بين الاثنين؟ دي مساله برضو فنيه دقيقه تحتاج الى مزيد من التوضيح. ايه الفرق بين اصول المرفق واصول الصندوق؟ شكرا جزيلا. طيب نبدا بالجزء الثاني اللي هو اصول المرفق. ده قلنا حق سيادي بيكفل الدستور هو والقناه السويس وملك للشعب، محدش بيقدر يقترب منه. لكن الجمله اللي حضرتك قلتها هي بتعود على الصندوق، يعني الصندوق ده هيبقى ليه اصول وهيبقى ليه ممتلكات وهيبقى ليه مشروعات، وبالتالي يمكن للهيئه انها تبيع من هذه الاصول بتاعه الصندوق وليست الهيئه. ما بنقتربش خالص من الهيئه، وانا قلت في الاول ان احنا نفصل ما بين الصندوق وما بين الهيئه. لكن اصبح بقى عندنا صندوق دلوقتي مقام ليه مشروعات استثماريه وليه اصول وليه اسس موجوده في لازم تظهر في القانون. فكلمه نبيع الاصول او نبيع الاجزاء او تعود على الصندوق وليست على الهيئه وهي واضحه، يعني حضرتك ذكرتها قلت يجوز للصندوق بيع او 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 مش حاجات من اصول الهيئه. وزي ما قلت ان احنا هيئه قناه السويس بالاصول بتاعتها بالشركات بتاعتها لا يجوز لنا ان نفرط فيها او نبيعها، وده حق يكفله الدستور. اتفضل. معالي الفريق محمد الجندي موقع بصراحة. طبعا احنا بنشكر حضرتك على المؤتمر لغلق باب الجدل داخل الشارع المصري، ومن ضمن مشاريع طبعا حضرتك ذكرتها هو مشروع المزارع السمكية اللي هي طبعا تتبناها الهيئة. متى ستغزو منتجات المزارع السمكية الأسواق المصرية لطبعا يعني مساعدة في الأسعار وارتفاع الأسعار داخل الأسواق المصرية؟ تمام. شكرا. طبعا احنا المزارع السمكية يمكن كانت افتتحت سيادة الرئيس كانت افتتحها في 2016. احنا بنعيد تطوير جزء اجزاء فيها كتير في الاحواض وبنكبر الاحواض، لان لقينا اللي هي الحوض اللي مثلا اللي واحد فدان عملنا اتنين فدان، عملنا طريقه اخرى لعمليه الري وعمليه الصرف والحاجات دي. لكن دلوقتي احنا فعلا دلوقتي احنا بنوزع كميه كبيره جدا من الاسماك على محافظات الاسماعيليه وبورسعيد والسويس اللي هي تتبع الهيئه لغايه لما الانتاج يكمل. احنا هنكمل المشروع اللي احنا بنطوره دلوقتي في يخلص في مارس ان شاء الله السنه الجايه. لكن في دلوقتي كميات من الاسماك كبيره جدا، واجزاء منها بالذات اللي كان قال عليها سياده الرئيس نخش على الجزء اللي هو البوري والبلطي الحاجات اللي بيستهلكها الشعب. احنا بنبيع دلوقتي الحاجات دي في الثلاث مدن بتاعه القناه بكميات كبيره جدا وباسعار لو قلتها هتستغرب عليها، يعني عشان خدمه الشعب المصري. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مع حضرتك آيات سمير مراسل فيتو محافظة الإسماعيلية. شكرا على الدعوة الكريمة. الحقيقة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، هل في المزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة في هيئة قناة السويس هيتم إنشائها، وهل صندوق هيئة قناة السويس هيأثر على موازنة الهيئة؟ تمام. طيب احنا المشاريع اللي احنا مشروع احنا شغالين فيه ده هو مشروع طبعا الاساسي اللي احنا شغالين فيه بقى دلوقتي من 21 اللي هو تطوير القطاع الجنوبي ال 40 كيلو اللي بتعمله دول، وده يخلص ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. يعني بعد كده بقى مشروعات الصندوق هتبقى لسه، يعني لسه طبعا هو اساسا المشروع لسه لم يقر، هو مشروع قانوني يعني لسه بيقر عشان نشكل بقى المجلس الصندوق يعني. ولكن نرجع نقول تاني برضو حته هل هيؤثر على العائد او الفائض اللي بيروح للدوله؟ قولا واحدا لا، لان زي ما قلت احنا بنعمل ميزانيه بتاعه هيئه قناه السويس في يونيو، يعني بتبقى جاهزه في يونيو وكل عام اللي هو العام المالي، وبتتناقش في الماليه وبتتناقش في الجهاز المركزي للمحاسبات ثم في لجنه الموازنه في مجلس الشعب وبتقرر في مجلس الشعب. طب فيها ايه الموازنه؟ نرجع نقولهم تاني برضو، فيها الجزء الاكبر فوق عن 85% من العائد او الفائض او بتاع المبلغ دون للدوله، وبعد كده في جزئين تانيين، جزء استثماري وجزء تشغيل، دول الهيئه هي اللي بتتصرف فيهم طبقا للبنود مكتوبه برضو بترتيب، يعني الاجور تبقى كام، التشغيل يبقى كام، يعني حاجات كلها محدده في الميزانيه ما بنقدرش نطلع براها. ولكن زي ما بنقول ان بيحصل ساعات فائض من الجزء دون وليس من الجزء اللي بيروح للموازنه بتاعه الدوله والاتاوات والضرائب، وبالتالي احنا لا يمكن نمس الفائض بتاع الدوله او المبلغ اللي بيروح للدوله اللي هو بيقول الجزء الاكبر من العائد بتاع قناه السويس ما بنمسوش. لكن احنا بنشتغل في حدود اللي ما يتبقى من المشروعات بتاعتنا او فلوس التشغيل او الوقود او المرتبات، كل الكلام ده هو اللي بيتهمس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البنهاوي للاذاعه المصريه. في البدايه انا بشكر سيادتك وبشكر سياده الرئيس على سرعه الاستجابه لعقد مثل هذا المؤتمر لدحض الاشاعات اللي بتحطنا في كل وقت وبالذات في مشروع حيوي زي ده. سؤالي الأول، العائد من إنشاء هذا المشروع على العاملين بالهيئة وعلى الموازنة العامة للدولة؟ والسؤال الثاني اللي بحتم افتتاح
مدينة الإسماعيلية الجديدة. شكرا يا فندم. طيب هو العائد احنا نرجع تاني برضو للميزانية، يعني الصندوق ده هيبقى ليه ميزانية وليه مجلس إدارة وهيتراجع زي ما قلنا ومراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي ميزانية الدولة والصندوق، ميزانية الهيئة والصندوق هيخشوا على الجهاز المركزي ويخشوا على مجلس النواب. هيتاخد برضو جزء من المبلغ ده يخش على الدولة، وجزء منه يخش برضو على التشغيل والاستثمار بتاع الهيئة، يعني برضو لازم ان هنفضل مراقبين وبننفذ طبقا للعقود. فبالتالي هو هيعود على الدولة وهيعود على الهيئة، يعني مش هنعمل حاجة ونحطها في حتة تانية، ما هو هتروح فين؟ ما هي فلوس الدولة، يعني الموضوع كله فلوس الدولة وفلوس الهيئة وبتحدد في ميزانية. فأشكرك على السؤال ده. القناة الإسماعيلية جاية خلاص دلوقتي، يعني في آخر يعني الشهر ده ديسمبر تقريبا في اجتماع، آخر اجتماع في الأمانة العامة لوزارة الدفاع علشان خلاص نستلم. احنا لينا على فكرة فيهم 72 عمارة في الإسماعيلية الجديدة، احنا واخدينهم عشان المعاشات عندنا وعشان الإدارات ننتقل ليها. كان ناقص بعض حاجات في البنية التحتية، البنية يعني توصيل، مش بنية، إطلاق بقى الغاز وإطلاق الكهرباء وإطلاق المية، كل ده بس هو ده المتوقف. لكن العمارات دي أنا رحت شفتها أكتر من مرة، مجهزة كويس جدا، معمولة كويس جدا، يعني في جو طبعا برضو نقي ما فيهوش تلوث. فإن شاء الله يمكن على أول السنة هنبدأ تتفتح ان هي اللي عايز يشتري او اللي عايز يأجر، واحنا ناخد العمارات بتاعتنا. احنا استلمنا على فكره 30 عماره تقريبا من 72، وبنوضف فيهم دلوقتي حاجات اللي تخص الادارات والحاجات دي، لكن المشروع ماشي ما تقلقش شغال. بس هو دايما سياده الرئيس حاجه جميله جدا انه ما بيحبش يفتتح حاجه ولا يخلص مشروع الا ما يكون خالص تماما، ما تخشش تعمل فيه حاجه بعدين. يعني ما عمروش احنا شفنا سياده الرئيس حط حجر اساس لحي حاجه 8 سنين، انا شفناه حط حجر اساس ولا بيروح يفتتح؟ افتتح بيكون كامل كل حاجه، حتى العشوائيات، يعني كمثال صغير العشوائيات سياده الرئيس ما رضيش ان الناس تجيب العفش بتاعها وحاجتها ومستلزماتها اللي كانت معاها في العشوائيات، لا اتفرشت البيوت كلها بالكامل، كل حاجه من اي تو زد، سواء اجهزه كهربيه او مفارج. فاحنا بس هو برضو احنا كل ما بتاجل حاجه بتاجل عشان تبقى في الصوره الكامله او في الصوره النهائيه. بس مساء الخير يا فندم. اتفضل. مساء الخير يا فندم. صبري غانم، مدير مكتب اليوم السابق بالاسماعيليه. برحب بحضرتك، برحب بكل اساتذتنا وزمايلنا الموجودين في هذا المؤتمر، وبنشكر سعادتك على هذا المؤتمر الذي يبين كذب وافتراءات فئه معينه على هيئه قناه السويس. بدايه يا فندم، عايز سيادتك بس تطلعنا بالنسبه للصندوق الخاص بهيئه قناه السويس، ما هي يا فندم الفئات المستهدفه في الاستثمار في صندوق هيئة قناة السويس، وما هي النسبة للجهات الخارجية أو المستثمرين الأجانب، وهل يسمح للمستثمرين المصريين أو الأفراد المصريين الاستثمار في هذا الصندوق؟ وشكرا لكم. طيب احنا بنقول ان المشروعات ان شاء الله دايما كل المشروعات اللي احنا بنعملها بكون النسبة الأكبر لقناة السويس، عشان نبقى تفضل فانت النسبة الأكبر لقناة السويس في نسب المشاركة، يعني لو في مشاركة، علشان دايما يبقى لنا السيطرة في فرض آرائنا أو فرض أسلوبنا في العمل. لو في نسب مشاركة من الخارج تبقى للمشروع. المشروعات اللي احنا هنعملها زي ما قولنا، احنا مش هنعمل أي مشروعات، لا هنعمل مشروعات عملاقة زي بناء سفن ضخمة عملاقة زي سفن الصب بالذات، يعني الصب عشان ننقل على الأقل البضاعة بتاعتنا، بدل ما احنا بنقلها ونأجر سفن يبقى عن طريقنا. أحواض، يعني كلها تبقى مشروعات عملاقة، وزاد دراسة جدوى متحققة من مستشارين وبيوت خبرة مصرية نعتبرها عالمية، في عشان تقول على دراسات الجدوى دي إن دراسات جدوى حقيقية وناجحة ولا لا. فاحنا مش هنعمل أي مشروع غير لما يكون الدرس كويس جدا، ونضمن إن احنا لما نحط فلوس لازم هيبقى ليه عائد. بس احنا المشروعات بتاعتنا إن شاء الله عملات، مشروعات كلها مشروعات ضخمة. الصحفي هاني عبد الرحمن، موثق مشروع قناة السويس الجديدة. طبعا بنشكر حضرتك في الحقيقة على رد الفعل السريع يا فندم لقطع الشك باليقين، وبنرحب طبعا بعد إذن حضرتك بأساتذتنا كبار معالي النقيب الصحفيين دكتور ديار رشوان والدكتور الأستاذ كرم جابر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، دائما في قلب الأحداث في الحقيقة. سؤالي المعاليك يا فندم، هل هناك سقف مالي لهذا الصندوق المقرر إنشاؤه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، وزي ما حضرتك تفضلت في السابق، هل هناك شكل قانوني أو مالي
لفكرة مساهمة المصريين سواء بطرح أسهم لهذا الصندوق أو الاكتتاب على غرار ما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة اللي المصريين أبهروا العالم في الحقيقة بجمع 64 مليار جنيه خلال أقل من أسبوع. بشكر سيادتك جدا. طيب، هو رأس المرخص الصندوق 100 مليار والمصدر 10 مليار. حتة ان احنا نطرح زي شهادات او فكرة ما مش لاقي لها، يعني ما لهاش دلوقتي جدوى، لان احنا الفلوس بقول ان هي بناخدها من يعني احنا بنعملش مشروعات مرغمين عليها دلوقتي زي كونسوس جديدة مثلا فتعملت، يمكن كان سيادة الرئيس قال ان الفلوس كانت موجودة لكن حبينا نشرك المصريين. الصندوق ده هيتعمل من الفائض بقى اللي هو من جزء بتاع الهيئة، وخلال هذا الفائض هنعمل بيه المشروعات. فاحنا لغاية دلوقتي مش بنأمل لمشاركة حد معانا في هذا الصندوق لغاية لما نبدأ نشوف المشاريع اللي احنا هنعملها تعامل ازاي وحساباتها ازاي طبقا لدراسات الجدوى والمشاريع. اتفضل يا فندم. مش عايزين نوقف الجنب ده بقى ولا ايه؟ نوقف الجنب ده ونخش على الجنب التاني مش هنخلص. تمام يا فندم، اشكرك يا فندم. بالنسبه للمشاريع المنافسه، طبعا احنا كل فتره والاخرى كده بتطلع في مشروع منافس لهيئه قناه السويس، وفي الممر الشمالي القطب الشمالي، في حيفا ايلات، يعني مشاريع كتير، نيكاراغوا، الحزام الاخضر، كل الكلام ده احنا برضو بنقول احنا كل المشاريع دي بنبص لها ولا نغفل اي مشروع منها، ما بناخدوش بمهمل الهزل، لا بندرس كويس جدا عندنا في التخطيط في دار التخطيط، وبنشوف المشروع ده فعلا ممكن يبقى ليه جدوى او عائد او ايه اللي ممكن يبقى منافس معانا وايه اللي ممكن نعمله. ولكن اطمن حضراتكم لغايه دلوقتي ما فيش قناه او مشروع قناه منافس لقناه السويس. ونقول ان يعني كان في مشاريع كتير جدا قبل 2014 وقبل افتتاح قناه السويس الجديده، وكان ده السبب ليه، لان فعلا كان قناة السويس الجديدة كانت وصلت لمرحلة من التصنيف قليلة جدا، نظرا لان كان اولا ما كانش فيه امان، كانت قناة واحدة، وبالتالي لو حصل فيها اي مشكلة او حادثة كانت القناة تقفل كلها لغاية لما نخلص الموضوع ده. الحاجة التانية كانت بتاخد السفن 22 ساعة، يعني بياخد يوم بالكامل بضاعة عشان يعدي 190 كيلومتر. الحاجة التالتة كانت الاعماق لا تسمح بمرور السفن العملاقة، وبالتالي كانت بتلف من رأس الرجاء الصالح، وبالتالي احنا ما كناش البديل الاول لكل السفن الموجوده في العالم. بعد افتتاح قناه السويس الجديده في 2015 وزاد العمق ل 66 قدم، وبقى في عندنا قناتين، وبقى الزمن بياخد 11 ساعه بدل 22 ساعه، انخفضنا 50%. بوجود قناتين بقى في امان، لو حصل لا قدر الله حادثه او حصل حاجه بيبقى عندنا قناه اخرى ممكن ننتقل اليها. الاعماق اللي زادت ل 66 قدم واصبحت ممكن نستقبل كل الاجيال العملاقه. انا اطمن حضرتك طبعا احنا اكبر سفينه حاويات في العالم، 240 الف طن لسه معديه الشهر اللي فاتت، 24 الف حاويه، 400 متر طول وعرض 65 متر وغطس 16 متر و70 سنتي، ما كانش بيمر في قناه السويس قبل كده. فاصبحنا احنا نقول نقطه ثانيه كارد في النقطه دي عشان مهمه برضو. احنا في حادثه ايفر جيفن قعدنا 6 ايام اتمركز حوالي 422 سفينه كانوا جايين عشان يعبروا قناة السويس، ولقوا قناة السويس مقفولة. لو في طرق بديلة، انت لو بتعدي في طريق ولقيته مقفول وعندك طريق تاني هتفضل قاعد مستني لغاية طريق ولا تروح طريق تاني؟ ف
فقعدوا الست ايام منتظرين لغايه لما فتحنا قناه السويس وعبروا في قناه السويس، وفي سفن وتوكيلات ملاحيه وخطوط ملاحيه لغت الرحلات بتاعتها لغايه لما تفتح قناه السويس. ده يدل على ايه؟ يدل على ان قناه السويس هي البديل الاول لكل الناس. اللي احنا بنقوله ده النهارده ان احنا لما نعمل 23000 سفينه بيعدوا في السنه بعد ما كانوا اقصى حاجه سنه 19-18000 سفينه، لما بنعمل 8 مليار دولار، كل ده يقول ايه؟ ان ما فيش بديل لقناه السويس الى الان، عشان بلاش، لكن برضه ما بنغفلش اي حاجه. طيب احنا المشروعات اللي احنا بنعملها، هل احنا وقفنا عند قناه السويس الجديده؟ لا، احنا بنعمل مشروع القطاع الجنوبي، بنعمق زياده العمق، بدل من 66 قدم تبقى 72 قدم، يعني بدل من 24 متر تبقى 27 متر، ونخلص ال 40 كيلو دول ونكمل بقيه القناه كلها، عشان السفن اللي لسه ما بنتش اللي الغطس بتاعها هيبقى اكتر من 66 قدم، مش عشان حاجه موجوده دلوقتي. وبنعرض 40 متر، وبنعمل ازدواج في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو ينضاف القناه السويس عشان يسمح لي بزياده عدد السفن داخل مجرى الملاحي، 6 سفن زياده. يعني احنا قصدي ما بنقفش عند المشاريع اللي خلصت ومنتظرين، لا بالعكس، قناه السويس دايما في حركه، وقناه السويس دايما حركتها دائبه، سواء كان في التطوير او التعميق او مراجعه الاعماق اللي موجوده فيها او احتياجات العملاء. يعني احنا بنينا الجزء الجنوبي ده، في مشكله اللي حصلت في ايفر جيفن، طيب مش هي دي الاساس، لكن كانت موجوده حسينا بيها قلق الناس، عملنا موضوع التوسيع وتحسن الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%. يعني اللي بيعبر في قناه السويس من دلوقتي بعد ما يخلص المشروع ان شاء الله السنه الجايه هيشعر بتحسن الملاحه في الجزء ده 28% عن ذي قبل. فبالتالي انت ما انتش ساكت بالنسبه للمشاريع، علشان برضو تقفل الابواب قدام اي حد تاني يصرف فلوس عشان يعمل ممر بديل ومش هيبقى هو البديل. يعني سيادة الفريق، أسامة ربيع أهلا بحضرتك. أنا مريم أحمد من قناة النهار. كنت عايزة أسأل حضرتك في بداية كلامك، كنت قلت إن هيكون في خطوات واضحة وصريحة للحد من أي تدخل أجنبي أو من أي نوع آخر، إيه اللي أخذ من الخطوات دي وإيه اللي هيأخذ مستقبليا؟ شكرا يا فندم. هو مفيش تدخل أجنبي عشان نحط حد ليه، إحنا أساسا هنقول قناة السويس سيادة مصرية وملوكة للمصريين، ما فيش تدخل. انتوا ليه عايزين تخلوا يبقى في تدخل واحنا نحط خطوات نمنع فيها؟ لا يا فندم، هي قناه السويس مصريه، اصولها مصريه، الدستور بيحققها، ملك للشعب وملك للمصريين، ولا احد يستطيع ان يمس قناه السويس ولا اصول قناه السويس ولا حبه رمل في قناه السويس باي عمل غير اللي بيتعمل عشانه، اللي هو ان قناه السويس هي مجرى ملاحي وشريان حياه للعالم كله مش للمصريين بس، بنحافظ عليه. وشفنا احنا في برضه هنرجع تاني حادثه ايفر جيفن، اهتمام العالم كله بقناه السويس كان عامل ازاي، وكان بيتصدر الخبر الحادثه دي جميع الجرايد وجميع القنوات الاخباريه. سياده الفريق، مصطفى عبد الفتاح، قناه القاهره الاخباريه. في البدايه حتى لا نحدث لغط، قناة السويس مرفق سيادي كما أوضحت حضرتك لا يمكن التفريط فيه. الهيئة تدير ولا تملك، لا يمكنها البيع أو غير ذلك. بالنسبة للصندوق، الصندوق الواجب منه أو الهدف منه هو التنمية والاستثمار لأصوله. سؤالي، في حالة حدوث أي طارئ بالمرفق السيادي، هل سيتدخل الصندوق بإنقاذ الموقف والتعويض الخسائر المادية؟ وليه لا؟ ما احنا قلنا احنا الصندوق الفلسفة بتاعته حاجتين أساسيتين، أولا الاستثمار المستدام، والحاجة الثانية للطوارئ والظروف القاهرة واللي بنمر بيها في الاقتصاد العالم كله، فممكن طبعا ما فيش ما يمنع. يعني مساء الخير سيادة الفريق، أنا محمد رمزي من موقع إيكونومي بلس. واضح هنا أن احنا بنتكلم أو يعني جايين نفرق ما بين الممر الملاحي لهيئة قناة السويس والأصول اللوجستية التي تقع على جانبي هذا الممر، وهذه أصول استثمارية يمكن تعظيمها والاستفادة منها من خلال هذا الصندوق كآلية استثمارية أو كذراع تمويلي للهيئة أو ذراع استثماري. لكن ده بياخدنا لفكرة أن احنا عايزين نعرف، هل تم دراسة القيمة الاستثمارية أو قيمة هذه الأصول اللوجستية، مش يعني الأصول المرفق، يعني هل تم تحديد قيمة هذه الأصول التي ستؤول إلى الصندوق أو سيكون الصندوق هو المدير الاستثماري لها؟ شكراً لحضرتك. ما فيش حاجة هتقول من قناة السويس للصندوق، نرجع تاني نقول الصندوق منفصل تماماً عن قناة السويس. أصول هيئة قناة السويس وهيئة قناة السويس لن تمس ولن يضاف منها قيمة. ده أنا بقول لك حتى
حتى في الميزانيه بتاعه الهيئه احنا لن نمس الميزانيه بتاعه الدوله، فانا مش ممكن هاخد اصل من اصل الهيئه عشان احطه في الصندوق، او اخد قبل مبلغ من المحدد او المقرر للدوله في الموازنه عشان احطه في الصندوق. يعني الموضوع ده برضو ما فيش فيه نقاش قولا واحدا، الصندوق مفصل تماما عن هيئه قناه السويس، لن يؤخذ اي شيء من هيئه قناه السويس او من اصولها او من شركتها او من اساسها عشان الصندوق، لن يؤخذ اي جزء من ميزانيه الدوله اللي مخصصه ان احنا ندفعها للدوله عشان تضاف للصندوق. مساء الخير سياده الفريق، محمد الصاحي من صدى البلد. احنا كل مره بنيجي فيها قناه السويس بنشوف تطوير وتحديث مستمر في كل الهيئه، يعني حاجه بتدعو جميع المصريين بهذا المرفق الكبير، وبالتالي كمان الارقام اللي بتصدر كل سنه عن الهيئه يعني حاجه في تزايد مستمر، وده طبعا بفضل الجهود المبذوله للاهتمام بهذا المرفق. تابعنا كلنا ما أثير حول الصندوق خلال الأيام الماضية، ولكن في سؤالين يعني أو بعض الانتقادات التي توجهت لهذا الصندوق، إن البعض بيقول إن فكرة الصندوق بتضيع مبدأ شمولية الموازنة بتاعت الدولة، هل هذا صحيح؟ كمان في نقطة تانية إن البعض بيقول إن الهيئة لديها من الشركات ما يسمح لها أنت يعني ما يعوضها عن إنشاء صندوق جديد، هل فعلا نحن في حاجة إلى هذا الصندوق والشركات الموجودة لا تكفي بهذا الغرض؟ شكرا لسيادتك. نرجع تاني برضو إن إحنا قلنا الميزانية الدولة اللي بتحدد في أول السنة المالية بيتحدد فيها رقم هو الأكبر من المبلغ اللي جاي للهيئة نتيجة مرور السفن، ده بيروح للدولة ولا يمكن حنقتنص منه او ناخد منه جزء او نجتزئ منه جزء. وسياده الرئيس حتى قال كده، قال خلاص دول بتاخدوهم لكن ما يبقى للهيئه هو اللي ممكن تتصرف فيه بعد تخلص المشروعات الاستثماريه والتشغيل والوقود، ده فيش فيها. بالنسبه للشركات ده اصل من اصول الهيئه، احنا بنطورها برده وبننميها عشان تبقى جاهزه ان هي برده المشاريع كبيره عملاقه، لكن احنا لما بنعمل الصندوق دون احنا بنعمل قيمه مضافه اخرى لهيئه قناه السويس. مش عايزين نقف عند يعني احنا كان تفكيرنا برضو احنا قلنا للصندوق لحاجتين مهمين جدا، اولا مشروعات استثماريه مستدامه وعملاقه، والطوارئ والظروف القاهره اللي ممكن تمر بيها قناه السويس، مش قناه السويس بس يعني العالم كله بيمر بظروف القاهره ممكن تحصل اي حاجه، فاحنا برضو احنا مش عايزين نقترب من قناه السويس ولا من الشركات، ليها مشروعاتها وليها تطويرها اللي بيتم فيها وليها هيكلتها اللي احنا شغال فيها بوامر سياده الرئيس، وبدات تحقق نجاحات ما كانتش بتحققها قبل كده، بتعمل مشاريع وبتبني سفن، ترسانات ما كانتش بتبني سفن قبل كده بنبني سفن. يعني احنا كل القطارات اللي عندنا اللي في قناه السويس وكل الانشات الارشاد وكل الكباري اللي اتعملت، الخمس كباري اللي اتعملوا دول، كل المعديات اللي بتعبر بيها عليها الناس كلها من ترسانات وشرفاء، عايزين نفصل بين الاثنين. مساء الخير يا سياده الفريق، معاك عفاف حمدي من البوابه نيوز. في المؤتمر الاقتصادي الاخير اللي تم عرض جزء فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الصندوق متواجد بالفعل وبه 70 ل 80 مليار جنيه، هل الصندوق متواجد قبل فكره مشروع القانون في البرلمان؟ واذا كان به من 70 ل 80 مليار فما الذي يحويه الان من اموال؟ وما ان الاقتصاد ارقام، ما هو حجم الفائض بعد الميزانية التي تحصل عليها الهيئة ليتم إدخالها داخل الصندوق؟ شكرا. طيب هو الصندوق ما كانش فيه صندوق، يعني احنا لسه دلوقتي في إقرار مشروع للصندوق، ولكن هي من 2019 زي ما بقول لحضرتك وقلت الناس واتعرضت هنا، نسيت الرئيس قال انت يعني كان بداية الموضوع انت عندك كام شايله على جنب عشان الظروف، زي اي واحد فينا في البيت بتاعه لازم يشيل حاجة للجنب، فقلت له ما فيش، فقال ازاي نبدا نشيل من دلوقتي، نبدا نشيل لكن ما تعملش صندوق، بعد كده نعمل صندوق ويبقى ليه مجلس اداره ويبقى ليه مستشارين ذو خبره في التخصصات الاستثماريه وفي القانونيه وفي الماليه، ان احنا نعمل بقى مشروع يضيف اضافات اخرى للبلد وللهيئه قناه السويس. لكن في الاول هو لما جمعت الفلوس دي لغايه لما بدانا ندرس في المشروع، يعني احنا برضه احنا عايزين نقول ان المشروع القانون ده والقرار ده احنا شغالين فيه بقالنا يمكن داخلين على سنه ان احنا عشان نعمل مشروع القانون، يعني فكان بيتشال الفلوس اللي كانت بتتشال على جنب دي او اللي كانت بتفضل او بتتوقع ايا كانت هي قد ايه كانت بيتشال. بالنسبه للمبلغ احنا يعني بغنى ان احنا نقول مبالغ دلوقتي، هيتعمل عنها بعد كده لما يتعمل الصندوق يتحط، لكن هو زي ما احنا قلنا المبلغ المصدر هو 10 مليار جنيه والمرخص به 100 مليار جنيه. سياده الفريق عمرو الورواري مدير مكتب جريده الوطن في الاسماعيليه،
سيادتك تقول مؤخرا ان بقالنا سنة تقريبا الهيئة بتعمل على دراسة هذا القانون. بالطبع هذا القانون جاء بعد دراسة العديد من المشروعات اللي المفترض سيضخ هذا الصندوق استثمارات فيها. هل هناك ملامح لبعض المشروعات التي ستقام وما يخص مدينة الإسماعيلية من هذه المشروعات حال تم دراستها؟ السؤال الثاني، يعتبر المشروع الأضخم حاليا هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يعني آخر المستجدات في هذا المشروع. شكرا لحضرتك على تحت هذه الفرصة. هي المشروعات طبعا احنا يعني زي ما قلنا ان هيبقى في ناس من ذوي الخبرة الاستثمارية والمالية والقانونية في مجلس إدارة الصندوق، وقلنا ان هيبقى في مشروعات عملاقة كبيرة هتعمل قيمة مضافة لهيئة قناة السويس وللبلد، وان هيبقى في بيوت خبرة لدراسات الجدوى والمستشارين. لكن دلوقتي احنا ما فيش مشروعات. لكن احنا بنفكر فيه مشروعات عملاقه اللي احنا بنفكر فيها اللي احنا محتاجينها اللي قبل ما نعمل الصندوق حتى كنا بنفكر فيها، ان احنا عايزين نبني سفن عملاقه ويبقى عندنا احواض تسع السفن العملاقه دي علشان المواد الغذائيه او الحبوب او اللي تيجي في مصر. فده يمكن المشروع المتصدر دلوقتي في حساباتنا، لكن لسه ما اتعملوش طبعا دراسه الجدوى والحاجات. احنا بندرس في المشروع ده فعلا، يعني داخلين على سنه عشان نحدد القانون بس بتاع المشروع، ويمكن مع تناقش مع وزارة المالية ومع المستشارين في رئاسة الوزراء وفي مجلس النواب عشان نوصل للقانون. سيادة الفريق، حضرتك اتكلمت ان هيتم الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة بشأن انشاء الصندوق، هل ممكن يتم الاستعانة بخبراء اجانب؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، كيف يمكن الاستفادة لتحقيق اقصى استفادة من الاصول الهيئة سواء الثابتة او المنقولة لتعظيم الموارد؟ وهل هناك مدة زمنية محددة بالنسبة لانشاء الصندوق، او هل كمان ممكن يتم، عايزين نوضح اكتر الموارد اللي احنا ممكن ان احنا نقدر نملى بيها الصندوق اللي حضرتك اتكلمت بالخصوص فيه؟ طيب بالنسبة لذوي الخبرة نحتاج ليه الاجانب؟ عندنا الحمد لله في مصر الاجانب بيستعينوا بيهم، فاحنا ان شاء الله عندنا من ذوي الخبره سواء كانت الاقتصاديه او الماليه او السياسيه اللي احنا ممكن نستعين بيهم، مش محتاجين ان احنا جايبين اجانب. انت اسئله كانت كتير، ايه تاني؟ الاصول سواء الثابته او الاصول المنقوله. ما فيش اصول ثابته ومنقوله هتنقل من الهيئه قناه السويس للصندوق زي ما قلنا، لكن هو في اصول للصندوق نفسه. يعني لما يقام الصندوق ده ويتعمل مشروع فيه زي مثلا مشروع احواض او الجبل يتبني فيه سفن او يتعمل، لما نعوز نتصرف في الاصول بتاعت الصندوق وليست الهيئه، يعني انا ما اقدرش اقرب من لانش ارشاد في الهيئه. ممكن بقى دي للصندوق والاصول الصندوق ممكن كاستثمار كبيع كمكسب نتصرف فيها كصندوق، وبرده ده الكلام ده كله لازم هيرجع لمجلس الاداره ويتصدع عليه وبمراجعات ومراقبه كامله. لكن ما فيش حاجه هتضاف من قيمه الهيئه او اصول الهيئه للصندوق، ودي بناكد عليها مفصلين تماما، وما لناش قدره ان احنا نعمل كده حتى. يعني لا نمتلك ان احنا ناخد حاجه من اصول الهيئه نضمها على الصندوق، ولا ناخد فلوس الهيئه نضمها على الصندوق، ولا ناخد فلوس الموازنه نضمها على الصندوق. احنا بنقول المتوقع هو اللي هيبقى للصندوق. شيماء النقيب، قناة الشمس. طبعا أنا عندي ثقة في بلدي وعندي ثقة في القرارات والقيادة السياسية، فمش هسأل خالص على الشائع، بس الكلام اللي تم التداول فيه هنا احنا نفهمه، والناس اللي في طبقات علمية معينة هيفهموه، بس المواطن البسيط في الشارع عاوزة من حضرتك تصريح واضح باللغة العامية للمواطن البسيط اللي بيتداول إشاعة بيع قناة السويس، بالعامية يفهمها بياع الفول بياع الكشري الناس البسيطة، عشان نقضي على الإشاعة دي. أشكر حضرتك. شكرا. هي ببساطة كده قناة السويس لا نملك إن احنا نبيعها ولا نؤجرها ولا نقترض بحقها حتى. قناة السويس ملك المصريين حق يكفل الدستور، ما نقدرش إن واحنا قرينا القرار بتاع الدستور. فبطمن الناس كلها، سؤال كويس، طمن الناس كلها وانا مسؤول في رئيس هيئه قناه السويس ان احنا ناس لا يمكن نفكر ان احنا نعمل كده ولا نمتلك ان احنا نعمل كده. سياده الرئيس زي ما قال طبعا الاستاذ جابر راجل وطني، راجل عسكري من المدرسه العسكريه المؤسسه العسكريه، يخاف على البلد ويخاف على المصريين
وبيعمل كل اللي بيعمله ده خلال 8 سنوات. المشروعات اللي اتعملت في 8 سنوات اللي كانتش ممكن تخلص في 50 سنة اتعملت عشان المصريين. فبرضه بنأكد قناة السويس لا تمس ولا قطرة من مياه قناة السويس ولا حبة رمل من قناة السويس ولا أصل من أصول قناة السويس، دي للمصريين بيكفلوا الدستور وحق بيكفلوا الدستور، لا نملك إن احنا نفرط فيها. محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر. يمكن قربي من الملف البرلماني ساعدني ان انا اطلع على مناقشات القانون سواء في اللجنه الاقتصاديه او في الجلسه العامه للبرلمان. النقاش الاساسي او الخلاف الاساسي في لسبب اللي عمل الازمه الكبيره هو مصطلح البيع في الماده الثانيه في نص القانون. لماذا لم تبادر الحكومه ممثله في هيئه قناه السويس باستبدال هذا المصطلح باليات استثماريه اخرى متعلق بمصطلح البيع؟ النقطه الثانيه هو اللي ذكرها استاذنا نقيب الصحفيين استاذ ضياء رشوان المتعلقه بالصناديق الخاصه وطرح هذا الملف في مناقشات الحوار الوطني. سمعه الصناديق الخاصه تقريبا يعني في خلال الفتره الاخيره مش افضل حاجه، لماذا نجازف بمثل هذا الامر خلال هذه المرحله في ملف متعلق بهيئه قناه السويس، خاصه ان لو الامر له تداعيات سلبيه. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. نرجع للبند بتاع القانون، هو مذكور فيه ان للصندوق وبدايه السطر الصندوق الحق انه يبيع او اصول تعود على الصندوق، واضحه مش محتاجه نقاش يعني، بس احنا بنوضع برده كويس يعني السؤال كويس، ان احنا بنقول ان احنا لو هنبيع نبيع في اصول الصندوق ومش هنبيع عشان لا ده هنبيع عشان يبقى في مكسب تاني، يبقى في حاجات تانيه زي ما انت بتدور الشغل بتاعك يعني، فدي محطوطه لان انت لو ما حطيتش البند بتاع ان انت تقدر تتصرف في اصول الصندوق بالبيع والشراء والمشاركه والدي لما تيجي تشتغل في الموضوع ده مش عارف تعمله، ما هو مش موجود في القانون، فدي كانت محطوطه عشان كده. لكن هي يعني احنا حته ان الحق للصندوق لست واضحه قوي في بند، البند واضح جدا وصريح الحق للصندوق البيع والشراء فدي موضوع فيها سمعه الصناديق يعني خلينا في يعني سمعه قناه السويس غنيه عن التعريف، وسمعه صندوق قناه السويس ان شاء الله هيبقى بنفس الاسلوب، لكن طبعا احنا يعني انا ما اقدرش اقيم الصناديق الاخرى، لكن انا رؤيتي للصندوق ده لا هيبقى صندوق عملاق، لا صندوق هيبقى جبار، صندوق هيضيف ويعمل قيمه مضافه، هنعمل مشروعات عملاقه بعد كده. انا عايزكم بقى بعد كده ان شاء الله يعني نقعد مع بعض، انا سواء انا موجود او مش موجود طبعا حاجه بتاعت ربنا، الرئيس الهيئه الجديد تقعدوا معاه واسالوه الصندوق عمل ايه، يعني احنا يعني هنشوف الصندوق ده هيبقى عمل ايه، يعني خلال فتره وجيزه الصندوق ده هيحقق ايه، هو ده بقى السؤال، عمل هل فعلا بقى الكلام اللي احنا كنا بنقوله ولا احنا كنا بنقول اي كلام؟ ان شاء الله زي ما احنا قلنا ان قناه السويس الجديده هتحقق في سنه 23 ضعف الارقام، واحنا النهارده بنقول احنا في 22 لسه وحققنا اكتر من ضعف الارقام، احنا عاملين 8 مليار دولار في السنه دي، 23000 سفينه، على فكره 23000 سفينه ده رقم كبير جدا 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 يعني احنا دلوقتي برضو احنا نقول نقطه يعني شيء يذكر يعني ان احنا كان بيعدي عندنا قبل كده في اليوم 40 سفينه و 42 سفينه، دلوقتي احنا بيعدي عندنا في يوم 80 سفينه، يعني ضعفت الارقام. الموضوع ده برضو ليه خدمات كتير بتؤدى في هيئه قناه السويس، في ناس بتشقى ورا الموضوع ده، يعني احنا يعني احنا برضو بناخد الكلمه كده 80 سفينه عدوا ماشي، لا 80 سفينه في كم واحد بيشتغل ورا ال 80 سفينه دي، في كم مرشد بيطلع ورا كل سفينه، يعني بيوصل للمرشدين ان هم يوصلوا مثلا 8 مرشدين للسفينه الواحده كل سفينه، ممكن يوصلوا لو الحموله بتاعتها كبيره بيبقى في 2 مرشد على كل سفينه بتعدي في كل حته في بورسعيد وفي الاسماعيليه وفي السويس، ومرشد بيبقى في الغاطس السويس ومرشد في غاطس بورسعيد، وبالتالي عمل جبار بيتعمل ان انت مراكب بتروح قطارات بتصاحب هذه السفن وناس شغاله عليها وقود لوجستيات جباره بتتعمل في هيئه قناه السويس. حبينا نقول ده، ومن مكاني هنا برضه انا بشكر كل العاملين في هيئه قناه السويس من اول العامل الموجود في اطرم الاطراف او البحري الموجود لغايه المديرين والادارات اللي بيحطوا الخطه وبيتابعوها وينفذوها، لان فعلا اللي بيتعمل عمل عايز اقول عمل بطولي ان هو يتنفذ بالدقه دي اللي بتحصل فيها، ما فيش سفينه تاخر، ما فيش سفينه ميعاد يتاجل، ما فيش سفينه بعد ما فتحنا قناه السويس الجديده وقلنا ان السفنه تقعد 11 ساعه ما فيش سفينه بتتاخر ساعه عن الموعد الميعاد بتاعها، ولا ما فيش سفينه بتيجي وما بتخشش، يعني احنا دلوقتي عندنا القدره ان احنا لما كانوا في 422 سفينه ان احنا بنعدي 100 سفينه في اليوم، 100 سفينه، وده يمكن الماكسيمم بالنسبه للكباستي بتاعت
عدد السفن اللي بتيجي للقناه، وبنزود كمان دلوقتي في بحيرات المره الصغرى ما نعمل ازدواج فيها يبقى في كمان 6 سفن زياده. فيعني ايه نطمن على قناه السويس وعلى موجود البيزنس في قناه السويس وعلى العمل اللي في قناه السويس. محمد حميده احنا يعني خلصنا هنا بقى خلاص. بي بي سي. مساء الخير مع الفريق. نور يا فندم. مساء. بدايه هناك البعض يقول انه الهدف من انشاء هيئه قناه السويس هو اداره المرفق وليس انشاء صناديق او اداره صناديق. ثانيا هل هذا يعتبر تحول، وهذا التحول في رأي البعض ممكن أن يكون غير دستوري؟ ثانيا الصناديق الاستثمارية برأي حضرتك، حضرتك قلت أنه من الممكن أن يدخل فيها شركاء في المستقبل، سواء كان هؤلاء الشركاء شركاء أجانب أو مصريين وكلاء لأجانب، فهذه المسألة ربما تخيف البعض من المصريين في دخول شركاء سواء أجانب أو وكلاء لأجانب في هذا الصندوق في استثماراته. السؤال الأخير يدور حوالين الفوائد التي بتدخل في الصندوق أو التي من الممكن أن تدخل في الصندوق. حضرتك قلت أنها فوائد من موازنة هيئة قناة السويس وبالتالي هي أموال عامة، فشراء الأصول من الأموال العامة أيضا أعتقد أنه مقيد، وهذه مسألة تحتاج إلى إذن برلماني. شكرا يا فندم. تمام. طبعا احنا لو بنعمل صندوق دستوريا، حضرتك بتقول ما ينفعش نعمل صندوق، ما فيش في الدستور ان احنا ما نعملش صندوق، ما اتقالش الكلام ده، لكن احنا بنقول ان احنا قناه السويس دستوريا ما حدش يقدر يقترب منها ولا من اصولها ولا نتاجر فيها ولا نتعامل معها. فدي دي نقطه. بالنسبه للاجانب شراكه، احنا اوريدي دلوقتي بنعمل شراكات بهيئه قناه السويس مع شركات اجنبيه، ولكن زي ما بقول احنا النسبه بتاعتنا بتبقى دايما الاكبر، وعدد مجلس الاداره بعدد الاعضاء احنا بنبقى اكبر من الشركات الاخرى عشان يبقى لينا التميز في اتخاذ القرارات وفرض سيادتنا وسيطرتنا على اي مشروع بيتعمل، وما بنوافقش على اي حاجه ممكن تمس السياده او تمس دي موجوده حاليا دلوقتي في بعض، يعني عندنا شركات احنا يعني شركات سواء جمع المخلفات من السفن سواء شركات لك التكريك، كل دي مع اجنبيه وشغاله اوريدي من غير صندوق ولا اي حاجه، يعني شغاله مع قناه السويس ولا سنين ما حصلش ان في حصل في خلط بين الامور دي. فندم هاي تمام. في حته ان يبقى في اجنبي مسيطر على مشروع ندخل شراكه نطمن المصريين ان احنا برضو برضو هنقول تاني برضو ان الصندوق مفصل تماما عن الهيئه، نطمن المصريين ان مش في سيطره لاي حد من الاجانب انه يفرض رايه او يفرض سيطرته او يبقى ليه اليد العليا في اي مشروع من المشاريع اللي هتعمل بالصندوق اللي هو المنفصل عن قناه السويس. نرجع تاني نقول برضو ان السياده لقناه السويس، نعيد احب نكررها تاني، السياده قناه السويس للمصريين وللبرلمان. بس كنت حضرتك بتقول ان احنا لازم ناخد راي البرلمان، طب احنا ده اللي بنعمله دلوقتي يعني عشان اعمل الصندوق. طب لو البرلمان رفض الصندوق خلاص مش هتعمل، يعني هو الراي اللي حضرتك بتقوله تمام، يعني ان احنا فعلا احنا رجعنا بقى بعد كده اهو احنا قدام البرلمان بنقول يا جماعه صوتوا لنا على الصندوق قولوا رايكم ايه فيه، ودرس عندهم على فكره في اللجنه الاقتصاديه واللجنه الموازنه وكل حاجه يعني، فاحنا بناخد رايهم وبنستاذنهم وبيحطوا الراي فيه طبقا للنواب الشعب اللي هيقول الراي بتاعه، فاحنا برضو بنطمن ان احنا لا احنا ما بنشتغلش لوحدنا، يعني دايما بنشتغل علينا جهات رقابيه ومحددين بميزانيه ومحددين باصول بنشتغل عليها. الفوائد اللي بتفضل دي زي ما قلت لحضرتك هي احنا بندي الجزء الاكبر اساسا في الميزانيه للدوله، بقول لحضرتك فوق ال 85% من العائد. الجزء الثاني اللي بيتحدد لنا برضو بقيم للمشروعات الاستثماريه للهيئه والتشغيل والوقود والمرتبات، ده جزء ثاني اللي بيفضل من الجزء ده زي ما حضرتك بتقول فعلا المفروض ان هو يرجع للدوله ثاني، لكن بتصديق من سياده الرئيس وبتصديق البرلمان دلوقتي ان المبالغ دي نعمل بيها قيمه مضافه في صندوق نعمل بيه مشاريع عملاقه، بس ده الكلام ما فيش حاجه زي. عمر الجبيلي من تلفزيون الحدث اليوم. طبعا كل الشكر لحضرتك والقائمين على هذا المؤتمر اللي جه في وقته بعد كتير من الشائعات والغلط الموجود في الشارع المصري. نشكر سياده الرئيس هو اللي قال ان احنا، وبشكر حضرتك على سرعه الاستجابه. طبعا لازم. السؤال الاول لحضرتك، لماذا لم يتم عمل مناقشه مجتمعيه قبل ذهاب هذا القانون الى مجلس النواب؟
منعا لظهور الشائعات، خاصة في الفترة اللي بتمر بها مصر من إصدار قوانين كتيرة مؤثرة زي الفاتورة الإلكترونية واصدامنا مع المحامين وأيضا الأطباء وارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات وأيضا قانون تراخيص المحال التجارية. والسؤال الثاني لحضرتك، طبعا احنا بنتكلم عن ارتفاع أعداد السفن المرة وصل قرابة 24,000 سفينة، وأيضا العائد بالدولار ارتفع إلى قرابة 8 مليار. كيف سيؤدي إنشاء هذا الصندوق على زيادة تلك الأعداد سواء أعداد السفن أو العائد الدولاري؟ وأشكر حضرتك. هو برضو احنا يعني لما ادينا المشروع ده أو قرار المشروع يعني لمجلس النواب، فهو مجلس النواب هو ممثلين الشعب، وبالتالي هم بيتناقشوا معانا ويتناقشوا مع الحكومة، كانوا بيتناقشوا في الموضوع ده يعني رأي الشعب، وده دول ممثلين للشعب من جميع الطوائف من جميع المحافظات. في حتة ان احنا اديناه للشعب هو راح للشعب. ارتفاع عدد السفن والعائد، الصندوق ممكن يضيف ايه كده؟ ممكن لو في مشروع يخص هيئة قناة السويس كهيئة في المجرى الملاحي او في عدد. انا بتكلم يا فندم، احنا حضرتك بنصحى بننام بنلاقي قوانين موجودة ما نعرفش عنها اي حاجة، فده اللي انا اقصده، ان هو المفروض بالمناقشة المجتمعية اللي انا بطلبها. يعني احنا بنتكلم ان احنا امبارح الطلب مننا نكون موجودين هنا في خلال مثلا 10 ساعات، ليه احنا بنوصل نفسنا ان احنا نكون في المده دي؟ ليه ما نديش لنفسنا فرصه من قبلها ان احنا نناقش مع كل الاطياف الموجوده، خاصه ان الاعلام ساند الدوله المصريه. ماشي، صندوق جديد هنعمل كده ان شاء الله يا فندم. مساء الخير يا فندم. ثروت منصور من وكاله الانباء الايطاليه نوفا. كنا في الاول يا فندم انشانا المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وكانت تابعه للهيئه، حاليا في صندوق، هل الصندوق بعد كده هيتم فصله كما حدث عمل الهيئة الاقتصادية قناة السويس؟ وكده يا فندم في زراعين اقتصاديين في نفس المنطقة، يعني كمستثمر أجنبي هيجي للصندوق ولا هيروح للهيئة الاقتصادية لقناة السويس؟ تمام، شكرا يا فندم. لا، هو المستثمر اللي هيجي واللي هيساعد طبقا للمشروع اللي احنا هنعمله وطبقا لل، مش جاي للصندوق، يعني المشروع اللي بتعمل اللي جاي يستثمر معانا او جاي يشاركنا مش جاي للصندوق، هو جاي للمشروع. لو انت اديت مشروع جيد ودراسه جدوى جيده هيبقى في حد يجي فيه، لكن مش هو مش جاي اساسا للصندوق يعني. هو لكن هو يعني برضو نفس قناه السويس على الصندوق، لكن هو اللي جاي جاي للمشروع اللي انت بتحدده او اللي انت بتعرضه. يعني الهيئه الاقتصاديه طبعا هي منفصله تماما دلوقتي عن قناه السويس، وليها مشاريعها على فكره وناجحه وشغاله كويس. احنا ان شاء الله برضو نبقى شغالين في الصندوق ونعمل مشروعات عملاقه زي ما قلت وذات جدوى اقتصاديه عاليه ونحقق بيها نجاحات، ويبقى اتنين زراعين كبار ما دام يبقى زراعه صغير وزراعة كبير، مش مشكله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكر حضرتك يا فندم ولهيئه قناه السويس العملاقه على هذا المؤتمر العالمي اللي فعلا جه في وقته، وفي حضور طبعا السيد كرم جبر رئيس المجلس الاعلى والسيد النقيب ضياء بيرشوان نقيب الصحفيين، وبنرحب بيهم على ارض اسماعيليه وفي هيئه قناه السويس. احنا طبعا يا فندم حضرتك اعتقد لميت كل الاسئله واوضحت للشعب المصري زي ما الاخت الزميله قالت، لبياع الفول للمزارع اللي في الغيط لاي حد في الدنيا، ان الصندوق ده شيء مستقل تماما عن هيئه قناه السويس. واعتقد حضرتك احنا بس من خلال كلام حضرتك دلوقتي ومن خلال كلام الزملاء الافاضل في حته صغيره ظهرت، ان في حاله مثلا قلت حضرتك في 70 مليار في الصندوق، طب افرض مجلس النواب الموقر رفض قانون الصندوق، ما مصير تلك الاموال؟ وهل حضرتك قناه السويس، حضرتك قلت ان المشروعات كلها عباره عن ترسانات سفن، لما يكونش فيها استثمارات زراعيه، مطورات عقاريه مثلا، زي ما حضرتك قلت ان احنا لو خدنا قطعه ارض كبيره وعملناها مدينه جديده وجنبي القناه محتاجه الحاجات دي جدا، وفي الساعه دي حضرتك اعتقد لو احنا بنينا مثلا عماره بفلوس الصندوق من حق الصندوق يبيع العماره للناس. هي دي، هل هو ده القصد في كلمة بيع في القانون اللي الزميل قال عليها كان المفروض يتغير ولا لا؟ ويعتقد ان دي يعتبر اول حصالة وافضل حصالة ان شاء الله تتعمل زي ما كل بيت فيه حصالة. وبنشكر حضرتك جدا جدا على سعة صدرك. شكرا. هو طبعا هي زي ما حضرتك قلت كده، لو احنا بنينا عمارة وبنيناها، هو ده المقصود بنبيع اصول الصندوق برضو، ليست الهيئة حاجة من اصول الهيئة يعني. فالموضوع فعلا معمول علشان ان احنا نبقى عندنا السهوله والتعامل بسهوله مع الصندوق، يبقى احنا مش مقيدين،
لما في بند من البنود دول يبقى كده ان احنا ممكن تعمل مشروع جديد، ممكن تعمل مشروعات على فكره ممكن تبقى مختلفه. انا بس اديت مثال، اللي احنا فعلا محتاجينه دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه هو بناء السفن العملاقه وترسانات العملاقه. لكن اي مشروع هيبقى مجدي ودراسات الجدوى هتقول عليه انه مجدي طبقا للبيوت الخبره هننفذه على طول طبعا ما دام هيبقى فيه عائد للصندوق وللدوله. عصام كامل صحفي. الحقيقه سياده الفريق انا سعيد جدا بان انت حضرتك دعيت لهذا المؤتمر لانه جزء من الحوار المجتمعي اللي اشار اليه الزملاء. لكن الحقيقه في ثلاث نقاط بتمنى ان احنا نزيل عنهم اللغط. احنا عندنا دلوقتي الهيئه نفسها تستطيع ان تنشئ مشروعات وشركات. عندنا الهيئه الاقتصاديه اصلا قائمه على تنميه ما حول القناه وبمشروعات ضخمه جدا، ثم الصندوق. يعني التناقض الكبير بين الثلاث، يعني في ثلاث حقوق تقريبا بيتساووا، لانه الهيئه تستطيع والصندوق ينشأ لغرض ايضا الاستثمار ثم الهيئه. فانا ليه عندي ثلاثه؟ ليه ما بشتغلش على واحد بس؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه حقيقه حضرتك اشرت لانه في 80 مليار على جنب. والله انا ما اشرتش، والله ما قلتش الرقم ده خالص. يعني ما قلتش الرقم خالص انا. ما اعرفش، يبقى انا فهمت الخطا. يعني في 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 مبلغ على جنب مليارات، يعني برضو على جنب ده جاء ازاي؟ اخر حاجه ان انا عايز اقول انه لابد من حوار وطني موسع مع الاحزاب السياسيه، لان في احزاب بتتكلم على انه قناه السويس ليست مالا عاما وانما جزء من الاقليم، وجزء من الاقليم بيبقى اكثر قداسه من المال العام، وان الحوار الوطني هيفيد المشروع ويرسخ ويزيل المخاوف، لان هذه اتصور انها مخاوف وطنيه مشروعه ومحموده. يعني احنا ننبسط جدا ان الشعب المصري لديه هذه الحساسيه المفرطه تجاه هذا المرفق، لانه ليس ممرا مائيا وانما هو ممر بدماء المصريين وارواحهم. شكرا. شكرا. طبعا هو اللي حصل ده والجدل ده كله برضه لازم نقول ان هو حاجه محموده. اهميه هيئه قناه السويس عند الناس كلها وعند المصريين كلهم ليها اهميه خاصه ومرفق وطني وقومي، وطبعا اهميته عندهم حاجه كبيره جدا، ولازم يبقوا قلقين عليه انه كان. مش عايزهم يقلقوا، عايزهم يطمنوا جدا ان احنا مش هنعمل حاجه تمس قناه السويس ولا اصول قناه السويس. الحقيقه بتقول ان احنا نعمل مشروعات من قناه السويس. لو انا عملت مشروعات من قناه السويس يبقى انا كده هاخد فلوس من اللي بتقول للدوله، لان زي ما قلت انا النسبه الاكبر او تقريبا كل الفلوس النسبه الاكبر من العائد من قناه السويس بيعول الى الدوله. فبالتالي انت دايما بتعمل حاجات مشروعات تكون بقى يعني محتاجها جدا للهيئه، وساعات بترجع تاخد من الدوله فلوس عشان المشروع ده او باكتتاب زي ما حصل في قناه السويس الجديده. وبالتالي احنا مش عايزين نعمل كده. ما دام انا اقدر اعمل دلوقتي صندوق ادير بيه بعض المشروعات وحتى مشروعات تفيد هيئه قناه السويس، فايه المانع ان انا اعمل كده؟ بالنسبه للحوار الوطني تاني بنتكلم فيه، انا بقول ان احنا يعني احنا اللي احنا قاعدينه ده دلوقتي نعتبره ان حوار وطني، ان انتوا حضرتكوا برده تقريبا ما سبتوش جزء من اي سؤال في الموضوع ما غطيتهوش، تغطيتوا كل الاسئله واكتر منها بكتير جدا. يعني فما يتنقل الكلام ده للناس، اعتقد ان مفيش حاجه فلتت تكون في دماغ حد عايز يسالها وما تسالتش. ونفس الموضوع برضو مشروع رايح للبرلمان، والبرلمان هم فيه اعضاء النواب، هم نواب الشعب ومن جميع المحافظات ومن جميع الفئات والطبقات. وبالتالي برضو نحن نعتبر ان ده اعتبر ان هو حوار وطني، وانا لا املك طبعا ان انا اعمل حوار وطني اقول ان في حوار وطني، لكن يعني انا بقول على قد خبرتي وعلمي ان اللي حاصل ده هو جزء مصغر من الحوار الوطني ويكفي ويفد بالموضوع ده. يعني مساء الخير يا فندم. كريم صبري من قناه اي تي سي. بسال حضرتك، يعني شركات الهيئه يصل عددهم ل 8 شركات، وواضح من تسميتها انها شركات لوجستيه. سؤالي يعني الشركات دي زي شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف، يعني آلية عمل الشركات دي يا فندم، وإيه القيمة المضافة اللي ممكن تقدمها للصندوق؟ شكرا جزيلا. طبعا الشركات دي مملوكة للهيئة من أصول الهيئة، وبدأت عملها مع افتتاح هيئة قناة السويس أو يعني جزء منهم. هم على فكرة دلوقتي 6 شركات، هم كانوا 7 وعملنا في الهيكله ضمينا شركتين على بعض، فاحنا عندنا 6 شركات ودول من اصول الهيئه. برضو ما نقدرش، وبقول لحضرتك ان هم دول اتعاملوا مع الهيئه مع بدايه قناه السويس لما اتفتحت علشان يخدموا الهيئه بس.
لان هم كلهم كل الشركات دي كلها بتشتغل على ايه؟ لما بناء واصلاح وصيانه سفن حاجات تخدم الهيئه، لما زي ما حضرتك قلت حبال حاجات تستخدم في الهيئه او رباط عشان يساعدوا في عمليات الرباط، فكلهم بيدوروا في فلك واحد اللي هو خدمه الهيئه. يمكن بدأنا احنا نبص دلوقتي للشركات دي تبدا تتطور ويبقى فيها مشروعات وتبدا تبني سفن وتبدا نشتغل في الموضوع ده، لكن هي اساسا معموله للهيئه اساسا، وهم ست شركات. حضرتك بتقول التمساح فعلا لبناء واصلاح سفن تطلع عليه مراكب، الترسانات مثلا السويس تطلع عليها مراكب، يعني الاول كانت موجوده معموله عشان سفن الهيئه، اسطول الهيئه تصلح المراكب القطارات او اللانشات او الكراكات او يعني. دلوقتي احنا لا، ده بيشتغل دلوقتي مع الدول الاخرى، الحوض الازق بيترفع عليه سفن اجنبيه بتطلع على الازق نتيجه برضو الثقه في هيئه قناه السويس وفي الشركه دي وفي الشغل اللي بيشتغل. الحوض عايز اطمنك برضو انه محجوز لغايه شهر 6 السنه الجايه، فهي بتشتغل دلوقتي، بتشتغل للهيئه وبتشتغل برضو للقطاع الخاص، لكن الصندوق هيبقى حاجه ثانيه. أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف. 2020 بعد مرور 5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة، كان لي شرف لقاء حضرتك في حوار موسع لبحث القيمة المضافة للمجرى الملاحي الجديد، وكان في حديث عن زيادة في الدخل بقيمة 7.4 مليار، كان في زيادة في نسب الحاويات بنسبة 16.4، وكان في حديث أيضا عن نسبة العبور ارتفاع لـ90 متوسطات السفن في ذلك الوقت، بما يعني أن مثل هذه المشروعات اللي بتشهد بعض اللغط في الشروع في إنشائها ثبت في المجرى الملاحي أن متحقق فعليا قيمة مضافة. ده بيعزز أيضا الثقة في المشروع الجديد، ويجعلنا نشكر الرئيس للتوجيه بإجراء هذا الحوار أو هذا المؤتمر للفصل ما بين الرؤى الوطنية والمخاوف الوطنية من جانب، وقطع الطريق على الإشاعات من جانب آخر. ومن هذا المنطلق أنا عايز أسأل سيادتك السؤال واضح حول أن القناة الآن لديها أو الهيئة الآن تملك عدد من المشروعات الاستثمارية المملوكة للقناة، منها مزارع سمكية ومنها صيانة السفن ومنها 5 موانئ لوجستية، فما هو الفرق أو الخطوط الفاصلة هنا ما بين الصندوق وما سيولد أو سيتولد لديه من أصول؟ يعني في فرق ما بين الأصول الثابتة والمملوكة الآن للهيئة، وده لا مساس به وتحت السيادة المصرية بشكل كامل، ولا شراكة ولا أي استثمار فيه غير للهيئة. ما هي الخطوط الفاصلة هنا ما بين الأصول عندما تنشأ الأصل الذي سيتولد ويكون مملوك للصندوق وسيتم الشراكة فيه والتداول عليه، وما بين ملكية الهيئة بشكل عام بصفتها شريك هنا منفردة بالإدارة والملكية، وهنا هتكون شريك في الملكية؟ ده سؤال. السؤال الثاني، في حال إنشاء الصندوق وإقراره من البرلمان بشكل نهائي، سيكون لدينا ميزانية أو موازنة تقديرية بتقول من الهيئة لميزانية الدولة، ومن ثم الفائض بيذهب للصندوق لمضاعفة الاستثمار وخلق قيمة مضافة. هل ذلك يعني أن دخل الميزانية من القناة سيكون ثابت؟ الرؤية هنا إيه؟ برضو عايزين نوضح للجمهور. والسؤال الأخير عشان لو طلع على حضرتك، ما هي القدرة التنافسية التي طرأت على القناة والتصنيف العالمي الذي تحقق نتيجة القناة الجديدة أو المجرى الملاحي الجديد، واللي هو سمح طبعا بمرور أكبر 12 سفينة عالمية، أكبر حد السفينة؟ شكرا. شكرا فندم. احنا هناخد جزء بس من حضرتك لما قلت النسب ان هي كانت 4.8 مليار و800 مليون كان قبل قناة السويس الجديدة، وبعدين وصلنا بقى بعد كده لـ6 وصلنا لـ7 وصلنا لـ8 الحمد لله. نفتكر كده ايام ما كنا بنبدا حفر قناه السويس الجديده،
واللغط برضه اللي كان كبير والكلام اللي ده ملهاش لازمه وهنصرف فلوسنا على الفاضي ومش هتدخل دخل اكتر مش فيعني برضه ايه نتذكر كده الايام دي والكلام اللي كان بيتقال على الصندوق هيبقى ليه اثر على الموازنه يعني هيبقى ليه اثر بالايجاب. انا عايز اقول لك ان الموازنه بتاعه الدوله اللي احنا بنديها كل سنه بتزيد بالمليارات مش هقول ارقام لكن هي بتزيد كل سنه بالمليارات نزيد زياده يعني برضه ما بخبيش الزياده يعني انت كنت بتدي مثلا مبلغ كذا طب انت دلوقتي زدت بنسبه 25% يبقى الزياده بتزيد على خزينه الدوله بنفس القيمه. الصندوق هيبقى نفس الموضوع الصندوق هيبقى ليه ميزانيه وهيبقى ليه مجلس اداره وهيتناقش الجهاز المركزي هيبقى بيراقبه وبعدين هتروح الميزانيتين للمجلس النواب والموازنه وتتناقش برضه تاني وبرضه هيطلع منه جزء للدوله ويطلع جزء منه لقناه السويس فيبقى في عائد من كل الجهات. فاحنا نطمن على الحته دي ان كل حاجه هتبقى ليها حسابها المنفصل ومش هيختلطوا ببعض يعني مش هنلاقي هنا اقل وهنا ازيد لا مش هيختلطوا ببعض لكن احنا بنزود الميزانيه بتاعت الدوله كل سنه نتيجه زياده القناه ورب تزيد اكتر من كده ان شاء الله وهنزود اكتر بالصندوق ان شاء الله لما المشروعات بتاعته تبقى ناجحه ومحققه. تقريبا انا جاوبت كده. اشكركم شكرا جزيلا واشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه وبذلتوه عشان تيجوا هنا عشان تحققوا المقصود من او المرجو من المؤتمر دون ان احنا نوضح للناس كلها حقيقه الكلام اللي كان بيتقال او حقيقه احنا ناويين نعمل ايه والمكاسب ان شاء الله اللي احنا هنحققها وفائده هذا الصندوق. شكرا جزيلا. شكرا.